والتعاون والتكافل. إنه الرئيس خاصا في مسيرتنا النضالية سموه ومتابعة حديثة المهد وبمساندة سخية من حكام الإمارات أصحاب السمو وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الفلسطينية لنكبة الشعب الفلسطيني فهي رسالة لكم جميعا تحية السيد وأعضاء هيئة الأعمال الخيرية المواطنين والحضور يتفضل مشكورا.